كيلو فجل زي ما حكينا، كوب بصل أخضر مقطع، ربع كوب زيت، ملعقة كبيرة خردل، ربع كوب خل، ربع كوب سمسم محمص، ملح وفلفل. يا أخي يا أخي رائع. يعني أنت زلمة مليح يا أخي، والله عندك رائع يا سمير. يا أخي السريع، الفجل عندنا مغسول مقطف ومنظف ومبروش روعة. بعد ما برشته وغسلته بالمية مية الثيك الباردة المثلجة، نضيف عليه البصل الأخضر. طيب إذا هون أضفنا البصل الأخضر مع الفجل، هون راح أضيف يا سمير هالسمسم عليه. يا سلام عليك يا سلام عليك. نضيف الخردل، راح استخدم اليوم الهاند ميكسر من سونا طبعا، اللي أنا طبعا دائما بستخدمها. أه. وبنضيف الخل مع الماسترد، أكيد بدنا نضيف الملح والفلفل الأسود. يا عيني. ومن ثم بنجيب يا سمير زيت الزيتون، شملها زيت الزيتون، شمل لي إياه. كيف يا سمير؟ روعة. صح؟ آه. بنضيفه. اوكي وبعديها شوفوا السحر راح يصير الان. الزيت ها آه. اخضر اول ما يطلع من هالمعصره، شوفوا الحل هسه، شوفوا